أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبناء الطلاب بالصف الرابع، تعالوا بنا لنستعرض أسئلة الوحدة الخامسة، وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، صفحة 62، كي نراجعها مع بعضنا البعض. السؤال الأول يقول لي: ضع كل كلمة من الكلمات التالية في جملة مفيدة تصف فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أول كلمة سبابا، ثاني كلمة لعانا، ثالث كلمة الصدق، رابع كلمة يعيد الكلمة. يقول لي: ضع كل كلمة من هذه الكلمات التي قرأناها في جملة تصف بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سبابا أول كلمة، نقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا. طيب، ثاني كلمة لعانا، نقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لعانا. ثالث كلمة الصدق، نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدق حتى ولو كان مزاحا. رابع كلمة يعيد الكلمة، نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا حتى يعقلها من يسمعها ويفهمها من يسمعه. طيب، بهذا نكون انتهينا من إجابة السؤال الأول، صفحة 62. نأتي إلى إجابة السؤال الثاني. يقول في السؤال الثاني أبناء الطلاب: اذكر ثلاثة أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتنبها في كلامه. أول شيء، كان يجتنب الكلام السيء، فلم يكن سبابا يشتم الآخرين أو يعيرهم أو ينتقص من قدرهم، يبقى كان يجتنب الكلام السيء. طيب، ثاني شيء، لم يكن فاحشا يتكلم بالكلام البذيء أو القبيح. النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء الطلاب، لم يكن فاحشا يتكلم بالكلام البذيء أو القبيح. ثالث شيء، لم يكن لعانا، فلم يلعن أحدا بعينه صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ثلاثة أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتنبها في كلامه. نأتي للسؤال الثالث، صفحة 63 في الجدول. يقول لي: ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟ هذه الوحدة الخامسة أبناء الطلاب كما قلنا هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه. تعلمنا فيها طبعا صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتكلم وكيف كان صلى الله عليه وسلم يجتنب الكلام السيء، وأخذنا صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تعلمنا البعد عن الكلام السيء. طيب، بعد أن درسنا هذه الوحدة أبناء الطلاب وتعلمنا ما فيها من فوائد وآداب، ماذا ننتوي أن نعمل؟ طبعا أنوي أن أطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، فهو كان يجتنب الكلام السيء وكان لا يتكلم إلا بالكلام الحسن الجميل. أنا أيضا أفعل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لا أتكلم إلا الصدق حتى ولو كان مزاحا، لا أتكلم إلا الصدق، أبتعد عن الكلام السيء، أحسن الاستماع إلى من يتحدث حتى وإن كنت أخالفه في الرأي. وبهذا أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من المراجعة على الأسئلة العامة وحل الأسئلة العامة، صفحة 62 و63 للوحدة الخامسة، ونكون انتهينا من المراجعة على هذه الوحدة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.